الفاتحة للرداء الله ولشفاعة رسول الله إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب الكرام وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم وسلم إلى جميع المجتهدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين وسلم وسلم إلى جميع أولياء الله ليسمى السلطان أولياء الله الحمد القادر والجلال يقدس الله وحافظ وسلم وسلم إلى الشريف الحبيب عبد الله بن محمد ثم تسلم الى سيد محمد الرفاعي وثم تسلم الى جميع مشايخنا وجميع مشايخنا ياسين مراحل المرحوم شيخنا محمد خليل عبد الله وثم تسلم الى شيخنا عبد المجيد وثم تسلم الى شيخنا زهدي وثم تسلم الى شيخنا احمد الزهدي وثم تسلم الى مراحل المرحوم شيخنا احمد عبد الحميد وسمى تسني لا روح المرحوم شهناك عبد الحميد وسمى تسني لا شهناك شمس الدين دحلاوي وسمى تسني لا مرشد رملي وسمى لا مرشد وسمى تسني لا رشيد مهري وسمى لا احمد بهري حسن بصري وسمى تسني لا شيخنا سيد الولي شمس الهدف اليمن رضوان الله عليهم أفاض الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم غزلنا إلى جميع موتانا وموتى جميع الحاضرين وموتى صاحبنا عليهم وعلى هذه النية وكلمة صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kasman sampaian sebelum mungkin niatan menikah Abu Tamah. Karena Rasulullah man nakahilillah wa akahilillah faqadis tahaqqah wilayatullah. Pasir orang se manikah ben siat anikah lillah karena Allah Ta'ala nikah faqad istahaqqa wiladullah maka uku orang gadito ngahakin dekah pertolongna Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi semakin sampean tarikh aniat jadi manikah putra sampean gadito sampean intinya sampean semenikah dan gula nikah kan cuman bekel dari sampean jadi niat menjenengan menikah putra gadito niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu muka gadito tetiah lampa dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya lestari kisah niat ini kan cukup iya teh iki astaghfirullahaladzim 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 ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Thank you.
tanggal lang. Okay, tara ka sa iyo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه ووعد عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكبوا وتناسلوا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة أوصيكم نفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ولجميع آبائنا وآبائكم ولجميع مشايخنا وجميع مشايخكم فاستغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أزوجك على ما أمر الله به يا عبد الله punya orang nak nah. Ya Abdullah ankahtukah wazawajtukah maktubatakah rawtatul hasanah binta asmat mewakili abuha bimahri salasa mi'ati alfi rubiyah qabil tadikaha wa tasbidaha bil mahri al-madkur. يا عبد الله تزوجك على ما أمر الله به يا عبد الله يا عبد الله أنكحتك وزوجتك مكتوبتك روضة الحسنة بنت أسماء ويحيلي أبيها بمحري ثلاثة مئة ألف روبية كيف ما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت I'm not afraid.
مثلي الأرض والنبت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك أمنا وبلطفك حبنا واجعل هذا العهد مباركا واجعل هذا العهد عهدا مباركا معصوما وألف بين عبد الله وزوجته بين ألفة وقرارا ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصاما وفيهما مؤنة الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهما أولادا كثيرا مباركا ومن الصالحين والصالحات وارزقهما أرزاقا كثيرا مباركا من غير تعب ولا مشقة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاهتز العرش طلبه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ضراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على سيدنا محمد صبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله.